السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ومتابعي برنامج أماسي، حياكم الله ويانا في هذه الأمسية الجديدة اللي من خلالها طبعا بنتعرف على الكثير من الأخبار وبيكون فيها الكثير من الفقرات أيضا حتى نتابعها وياكم. بالتأكيد في البداية أمسي على زميلي أحمد. أحمد مساك الله بالخير. بالنور والسعادة يا أبو هيثة، وأكيد طبعا أمسي على مشاهدينا في كل مكان، مساكم الله بالخير والنور والسرور وتيسير الأمور يا رب، ودائما دائما نحرص على أن نكون خفيفين ومفيدين بإذن الله. بالتأكيد أحمد هذا الشيء نتمناه، وأكيد نحن بانتظار تواصلكم ويانا عبر الطرق اللي تعودتوا عليها، إيميل البرنامج amasi@smc.ae، أيضا عبر صفحتينا على الفيسبوك وتويتر، وأيضا عبر أرقام الهواتف المبينة على الشاشة. أنا أحسن شيء استانس في موهقة هي تقول كل شيء، تتوهق وتقول لأن تعرف إذا أنت قلت بتقول تشتكون على المذيع. لا 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 حليل، لا تعطيني الميل يعني. لذلك خلني أنا أقول الإيميل. عموما مشاهدينا أكيد معنا مجموعة من الفقرات من خلال هذا الفاصل سريعا بنتعرف عليها. وكل يا رب. ضواحي 2 في حديقة النوف. أحمد الأملح، التصوير الجوي من الهواية إلى الاحتراف. أسرع سيارة سباق بلا محرك في أميركية الشارقة. حياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم. أحب بس أنوه لمشاهدين الأكارم إن شاء الله في تمام الساعة 9:30 سينقل لحضراتكم فعاليات الحفل الختامي لجائزة الشارقة للاتصال اللي البارحة طبعا شهدتها إمارة الشارقة في تمام الساعة 9:30، يعني عقبنا بنص ساعة، فأرجو لكم إن شاء الله متابعة ممتعة. أكيد نتمنى لهم متابعة ممتعة، وطبعا هذا الحفل المميز جدا، وطبعا أيضا نبارك لبرنامج الخط المباشر حصوله على جائزة لجنة التحكيم 2013 في هذه الجائزة. بالتأكيد ألف مبروك، ويستاهلون، مجهود كبير طبعا من الجميع. مشاهدينا طبعا سريعا بنبتدي وياكم حلقتنا لليوم، وموضوعنا الأول أتوقع موضوع أسري جميل. صحيح، العلاقات بهيتها لم تعد، والروابط الاجتماعية لم تعد كما كانت في السابق، للأسف أخذتنا الحياة بمشاكلها ومتاعبها من التواصل الاجتماعي الذي كان سمة أساسية من سمات المجتمعات العربية. بالتأكيد أحمد، وتعزيزا للروابط الأسرية والاجتماعية تم منذ أيام افتتاح الفعالية الاجتماعية الترفيهية ضواحي 2 في حديقة النوف بمدينة الشارقة، والتي تقام للعام الثاني على التوالي. نتعرف أكثر عن هذه الاحتفالية وفعالياتها المختلفة من خلال طبعا الأستاذ سيف عيسى الخيلب، مدير الشؤون المالية والإدارية بدائرة شؤون الضواحي والقرى. مساء الخير أبو عيسى. مساء النور. الله يحييكم. أنت في البداية قلت ما تطلع وايد تلفزيوني، بس باين عليك ما شاء الله يعني متخصص في التلفزيون. الله يسلمك. والبرنامج ما شاء الله يعني الله يقوي، مريح يعني، ما عليك زور، تقديم حلو ما شاء الله. الله يسلمك. ضواحي 2، شو ضواحي 2؟ خبرنا عنه. طبعا جزاكم الله خير اول شيء على الاستضافه في البرنامج. تفضل. طبعا ضواحي 2، ما نتكلم عن ضواحي 1 معناته. زين. ضواحي 1 بيزعل ضواحي 1 بيزعل بعدين. زين. فضواحي او فعالية ضواحي، ونحن الحين نسميها مهرجان ضواحي ان توسعت. نعم. اكثر عن السابق. هي على بناء على طلب وعلى فكره من الاهالي بشكل عام، يعني اهالي المناطق السكنيه بالذات مناطق ضاحية مويلح اللي هي. نعم. النوف والقراين. نعم. لأن حصلت شو مثل يعني فترة المهرجانات أو الفعاليات اللي تقام في الشارجة. نعم.
معظمها تقريبا في الشارق القديم نسميها مثلا داخل. ففي بعض الناس كلموا قالوا ليش ما يكون في فعالية أو في مهرجان أو في شيء نشاط معين مثلا للأهالي مثلا في الحدائق. قالوا نعم. الحدائق نعم. موجودة ما شاء الله يعني نعم. جزاه الله خير اسمه الحاكم والحكومة ما قصرت يعني في الناحية هاي، لكن يبون يعني في شيء يعني مثل في حركة مثلا في نشاط، يعني ما يبون بس حديقة ويلسة. صحيح صحيح. فيت الفكرة من يعني مثل نوع من شفنا مثلا الفعاليات الداخل مثل أيام شارجة التراثية مثل نعم. المهرجانات الألعاب تقام هاي، فقلنا ليش ما يكون في مثلا منطقة من مناطق أو في يعني حدائق الموجودة في النوف أو القراين أو المناطق أو الجرينة بعد. فاخترنا نحن حديقة النوف بناء على أن هي وش حديقة واسعة كبيرة، تعتبر أكبر حديقة اللي على مستوى الأحياء السكنية. نعم. ثاني شيء فيها مسطحات خضراء أكثر يعني الأشجار وداخلها أقل. فبدينا فيها الفعالية الأولى اللي فيها طواحي يعني واحد أو نسميها 2012 العام. نعم. بدأت بشيء بسيط يعني بداية بالتعاون طبعا مع بلدية الشارجة، احنا جلسنا معاهم كلمناهم بلدية مدينة الشارجة، فما شاء الله هم ناس متعاونين جدا الحمد لله. فوقفوا معنا وبالعكس أيدوا وقالوا بالعكس فكرة حلوة يعني، فبدينا فيها. طلبنا الأسر منتجة، طلبنا أكشاك، وبعدين مع الأكشاك بعد نفس الشيء احنا خاطبنا إدارة التراث، كلمنا الأستاذ عبد العزيز مسلم فرحب بالعكس قال انا بالعكس ارحب قال انا ما يقصر اشارك اكثر. فهم ساهموا في الاشياء التراثيه، ساهموا جميل. بشكل كبير في نعم. ضواحي واحد البلد يعني ساهموا من خلال مثلا ركل الالعاب الشعبيه طلعنا كشك تقريبا 20 كشك او 25 كشك في ضواحي واحد. البلدية شاركوا في بعض طبعا البلدية ولا العربات لا اكشاك هاي المتحركه اكشاك ثابته بس اوكي ما بنفس اللي في ايام الشرق التراثية في مثل اكشاك هذه العربات كان يعطون هاي التاجر الصغير هي. تاجر صغير هي هاي صغير. في ضواحي اثنين اخذناها هي نعم. هي اما ضواحي واحد نحن بدينا في الاكشاك يعني يمكن 25 كشك بس نعم. معظمها كانت يعني اسر منتجه ماكولات شعبيه مع يعني مبيعات يعني منتوجات منزلية أو نعم. يبون يبيعونها مثلاً. رابش هناك. رابح كلهم هنا. طبعاً يعني اليوم في المتعة وفي الفائدة أيضاً حتى للأسر المنتجة مثلاً من خلال مشاركتهم صحيح. في هذه الاحتفالية. لكن بوليسة خبرنا يعني شو أهم الأنشطة أو الفعاليات اللي تحرصون على وجودها في مثل هذه الاحتفالية سواء كان في ضواحي واحد أو ضواحي اثنين أيضاً. طبعاً أنتوا جزاكم الله خير ذكرتوا أنا يعني كنت أبغى أتكلم في الموضوع بس دخلت في الموضوع مباشرة قلتوا عن. إحنا حار بحار ما نسينا. أنتوا تعزيز الروابط الاجتماعية طبعاً هي الدائرة إحنا دائرة شؤون ضواحي والقرى انشئت مرسوم أميري من سمو الحاكم في 2011 طبعا كانت موجوده الدائره بس باسم ثاني كان اسمها مكتب شؤون ضواحي القرى فانشئت مرسوم من سمو الحاكم وصدر قانون اصدر سمو الحاكم يوضح يحدد مهام واهداف الدائره وكان او في المرسوم في القانون نفسه مذكور اهم اهداف الدائره هي تعزيز تعزيز اواصر الترابط الاجتماعي بين الاهالي فبالاضافه للمهام والاهداف جزاه الله خير اي ف وجزاه الله خير سمو الحاكم يعني هو يعني انا اذكر ان يعني كلنا نعرف ان يعني متكلم عن نفسه سمو الحاكم ما يقول انا حاكم يعني قال انا اعتبر نفسي رب الاسره صحيح صحيح هو ولي الامر كلمه كبيره بالنسبه لاي انسان يسمعها يعني كلمه صحيح. كبيره يعني تحس انت قريب منه بشكل يعني كبير تحس بالموده اكثر فمن هالباب احنا كاختصاص من اختصاصات الدائره الاساسيه ان تعزيز الترابط الاجتماعي ومثل ما قلت تكلمت انت بعد ان التواصل الاجتماعي بين الناس غير عن الاول الناس الاولين غير عدم صحيح. صحيح انا اذا سمحت نحن بنشوف هذا التقرير عن ضواحي اثنين وبنرد ان شاء الله تفضل ندردش اكثر خلونا نتابع وسط أجواء احتفالية ثقافية ترفيهية وعلى مدار 15 يوما من 12 إلى 26 من ديسمبر أقيم مهرجان ضواحي اثنان للعام الثاني على التوالي حيث كان سكان ضاحية النوف والضواحي المجاورة على موعد لتجديد التلاقي بحديقة النوف بالشارقة في الفترة المسائية وبتنظيم من دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وبشراكة تعاونية ودعم من المؤسسات الحكومية الخاصة
الهدف من إقامة هذه المناسبة هو تجميع الأهالي وتجميع الأبناء. نتمنى تلاحم الكل والكل يجي هنا عشان يتعرف على الثاني، وأتمنى التوفيق للجميع. هنا أتمنى من أهالي الشارقة والمناطق القريبة أنهم يزورون حديقة النوف، يزورون الفعالية، لأن فيها في كل زاوية نشاط. أنشطة وبرامج مختلفة ومتنوعة تنتشر بالحديقة للكبار والصغار لتمد جسورا للتواصل وسط سرعة وزخم الحياة الحديثة، بهدف تحقيق إحياء روح الترابط المجتمعي بين الأسر بالتقارب والتلاحم بين الأهالي، وعبر نشر الوعي المجتمعي بكافة مجالاته وبمشاركة فاعلة للأهالي بالعمل والابتكار بمختلف الأشكال للمساهمة بإثراء فعاليات المهرجان وتحقيق أهدافه بأركانه التراثية الأصيلة والتي تعزز الهوية الوطنية بين الأجيال. لعبت واستأنست وشفت الألعاب ومرحت وشفت الأطفال في المهرجان. المهرجان اللي حين أحلى عن السنة طافت، وايد أحلى. حياكم الله من جديد، متواصلين وياكم. الحين البنت الأولية شافت الأطفال في المهرجان على أساس أن هي عمر 20 سنة. ترى هذا كان التعليق، بس جميل أنك تشوف اليوم يعني في مثل هذه الاحتفالية، شوف كيف الأطفال، شوف عفويتهم في الكلام. صحيح صحيح. طيب أنا برد لي أبو عيسى، يعني أنت ركزت على نقطة وايد زينة، أنه ممكن يكون الباب في الباب لسنين ومنين وأنا ما أعرف منو ياري، وهذا أمر طبيعي يمكن تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، ولكن لا حياة لمن تنادي. بس انك تجمعهم كلهم في مكان، بغيت ولا ما بغيت بتسأل. يعني مثلا لو شفت ريال، هذا ريال ياري وانا اشوفه، طبيعي ان انا اكلمه، لان الاجواء الموجوده تخليك انك انت يعني صحيح. تتكلم، تكون باريحيه، انت في مكان يعني ترفيهي وكل شيء حواليك والناس موجودين واطفال موجودين، فيخليك تتعرف اكثر مع الناس. طبعا هو استشعار من يعني اعلى مستوى عندنا، يعني سبحان يعني سمو الحاكم وجه بهالموضوع نفسه، يعني حتى هو يمكن احنا كل الناس يدرون انتم تكلمتوا وما قصرتوا، يعني كمؤسسة شارج الاعلام غطيتوا موضوع المجالس، يعني يمكن هاي شيء معروف ان ضواحي دائرة شؤون ضواحي القرى هي مسؤولة عن مجالس الضواحي، مجالس البلدية للضواحي، لا مجالس الضواحي، مجالس الضواحي هي هاي مجالس الضواحي. طبعا هاي تكلم اعتقد في ناحية اعلامية موجودة، بس يمكن نحن بعد فرصة نتكلم فيها شوية بعد. نعم. هي مجالس الضواحي انشئت بأوامر من سمو الحاكم. مجالس في الضواحي، يعني في كل ضاحية يكون مجلس. صحيح. لأهالي الضاحية. نعم. فهي تجمع مثل ما قلت الحين، تتجمع يعني الأهالي نفسهم، إذا أي مناسبات عندهم مثلا اجتماعية. صحيح. أي مثلا حتى لو عندهم ظروف، يعني يعني هي الفكرة يمكن الناس فهموا شيء ثاني، بس هي الفكرة إن هي للتجمع للتواصل أول شيء. إذا عندهم أي شيء بينقلونه يعني للحكومة، احتياجات مثلاً أو طلبات عاجلة، أو حتى يحلون مشاكل بعض. أيوة. يعني سبحان الله، ممكن تراش دوم يقول لك الشور طيب. صحيح. من شاور ما خاب، يعني والله لو يالس أنا مثلاً مع ناس عندهم من الحكمة ومن الخبرة ومن العقل ما يكفي إنه هو يشور عليك بالشور الطيب، هذا شيء زين. صحيح. 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 فهي الضواحي هاي نفسها إحنا قلنا الحين ما دام في إجازة الجو حلو، الأهالي نفسهم يدورون مثل ما قلنا أماكن يجلسون بدل ما يطلع مكان يعني غير آمن. مثلا مرات يكونون احنا لاحظنا أو نشوف أن في ناس يجلسون على الشوارع مثلا، أماكن خارجية مثلا الشوارع الخارجية أو شيء. صحيح. فلا الحين مكان مرتب، كل الخدمات متوفرة. صحيح. داخل. صحيح. مثل ما ذكرت أنت بعد موضوع الناس، احنا أكثر من شخص، يعني سعادة خميس السويدي هو رئيس الدائرة، كنا نمشي نتفقد يعني الناس ونشوف مثل الوضع بشكل عام داخل الحديقة. اكثر من شخص يودونا يكلمونا الناس يعني نفسهم، يعني يشكرونا، يعني يقولون انها انتم سويتوا شيء كبير واحنا جلسنا مع جمعتوهم. إيه. جمعتوهم في اجواء احتفاليه، اجواء اسريه عائليه، ايضا اجواء فيها فائده للجميع. عموما نحن نتمنى لكم كل التوفيق وشاكرين وجودك اليوم ويانا في استوديو اماسي. سيف عيسى الخيلب، مدير شؤون الماليه والاداريه بدائره شؤون الضواحي والقرى، شكرا جزيلا على وجودك. مشكور يا ابو عيسى، الله يقويك. شكرا.
طيب بنروح لفاصل صغير وبنرجع لكم ان شاء الله، خلكم وياي. حياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم. نحن طبعا الفقرة هذه بوهيثة أكيد متميزة وأكيد خاصة. صحيح متميزة، لكن أنا استغربت في البداية أقول لك أعطيني ريموت مال هذا ما أقدر، هذا مال أولاد مش مال بنات. نحن بنعرف يعني هل ممكن البنات يتخصصون هالمجال بعد؟ ترى يوم يغيظون البنيات مال أولاد مش مال بنات. لا أكيد بنعرف من ضيفنا. ضيفنا في هذه الفقرة مشاهدينا هوايته منذ سنوات التحكم بالطائرات اللاسلكية عن بعد، ولكن لأنه يهوى التصوير أيضا وقدم من خلاله عددا من الأعمال مزج بين الهوايتين وتحول إلى مجال جديد. انتقل بوهيثة من التصوير على الأرض إلى التصوير الجوي وتخصص فيه، وتحولت الهواية إلى مشروع وطني متخصص. أكيد نحن عندنا فضول أحمد أن نعرف كيف حدث. صحيح. هذا التحول وكيف تحولت الهواية إلى مشروع وطني، هذا ما سنعرفه من خلال ضيفنا طبعا المصور الجوي الإماراتي أحمد الملاح. حياك الله، يا مرحبا وسهلا. مرحبا بشاب، مساك الله بالخير. بالنور، يا مرحبا. حياك الله. أنا شفت الطيارة أو شفت شبيه بالطيارة هذه في مهرجان لي وللرطب قبل 3 سنوات. هنا إنزين؟ أو سنتين، استغفر الله. كان ريال الله يذكره بالخير سعيد المزروعي. نعم. كان موجود وصور بالطيارة بس كان على ارتفاع غير. خبرني يعني أنت كيف، أنا ما بقول لك كيف بديت، بس فعلا كيف يعني جتك الفكرة هذه أنك أنت تبدأ أنك تمارس الهواية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هي كانت هواية زين. مثل ما قلنا الهواية تطورت زين. كانت هواية وتعرف انت الهوايه ما تفكر في انك تبغي مثلا مردود او دخل او لا شيء. خلاص من خلال متابعه يعني في خارج الدولي يعني نشوف ان التصوير بدا يدخل حتى في الافلام السينمائيه. صحيح. من هذا النوع تبلورت الفكره وقلت بتوكل على الله وبفتح اللي هي مؤسسه وطنيه. نعم. سميناها سكاي ستوديو، متخصصه في التصوير الجوي. والحمد لله رب العالمين، ربك وفق، وبدينا في هذا المشروع البسيط. ما شاء الله، شيء طيب. هل في مواصفات معينة لا يعني لازم أنها تتوفر في الشخص اللي حاب أنه ياخذ هذه المهنة يعني التصوير الجوي؟ الشخص أي شخص يقدر يطير، لكن يكون ملم بالأجهزة هذه. مثلا عنده خلفية كيف الطيران، كيف التحكم بالريموت، شو الطيارة، شو النوع، شو الأجهزة اللي تقدر تشيلها مثلاً الطائرة هاي. ياخذ، لازم ياخذ له فكرة، لازم تكون بعد عينه يعني مثل ما يقولون عينه حلوة يعني بلغة التصوير، إنه يقدر. نعم. ياخذ الزوايا عدل، يختارها. نعم هي نعم، يختار الزوايا يعني يبال مش تركيز يعني تركيز أنا وزيادة. أنا أيضاً أنا بقول لكم شيء يا جماعة، أصلاً سالفة التصوير يعني انت الحين زمان نحن مش كل حد عنده التصوير. الان انت مثلا ادخل على الانستغرام، ابسطها ادخل على الانستغرام تشوف شباب متفننين في التصوير. صح. من خلال شو؟ تليفون. صح. وبدا التسابق في عالم التليفون وفي عالم التصوير. صح. انه اصبح التليفون انه يعني خلاص توفر لك خيارات هذه الاجهزه فعلا، بدال الكاميرا ابو هيثم، بدال احترافيه، وتطلعين صور عدله. صحيح. يعني انا ابو هيثم متصورين على الانستغرام صور هي ما تعطيني ولا صوره، ما ادري ليش. المهم زين، فيعني عموما التصوير صار عند الكل. لكن انت الان الكاميرات المستخدمه هذه، هل هي كاميرات طبيعيه وانت مركبها التركيب عادي، ولا هي بس مخصصه للطياير هذه او لهذا النوع من الكاميرا؟ الكاميرا يعني الطياره مثلا عندك اللي هي الـ 800 مثلا. إيه؟ تشيل الكاميرا سوني انك 7، سوني ان اي اكس اللي تشوفها هذه. شو اسم الطياره هذه؟ هذه اس 800 ايفو. اس 800 شو؟ ايفو هذه الطياره. اي نعم تقريبا. إزاي. هذه احدث طائره في التصوير الفوتوغرافي والفيديو. كم مروحه فيها؟ 6. هاي 6. نعم 6 مراوح. طيب تقدر تصور فوتوغرافي عندك في الريموت. هذا هو الريموت. هي نعم. انزين الفص هذا اللي على اليسار، صبعك اليسار وين هذا؟ لا اللي فوق عن صبعك السباب، هذا السباب اليسار
هذا هو. نعم نعم هي نعم هي. ف يعني بدال الكاميرا ما تقبضها وتصور تصور فوتوغرافي بهذا الفص وهي طيب. فوق يعني طيب اشوف من خلال الشاشه الموجوده هناك. هي نعم من خلال الشاشه هي. تختار اللقطه اللي انت تبغيها. نعم. الكادر اللي انت تبغيه. نعم. وتصوره هذه هي نعم بس شيء بس اني بس اني اضرب شيء هذا هي بس اوكي وحرك الكاميرا وتحرك أشوف. الكاميرا نعم بهذه لو مخرجنا بس العزيز يخلي بس على الكاميرا الصغيره هذه هنا لحظة شو مجالات استخدام هذا النوع من التصوير؟ التصوير هذا يكون عدة مجالات منها التصوير الفوتوغرافي التصوير الفيديو منها بس طبعا في أمور ثانية اللي هي مثل المجال العسكري نعم لها عدة مجالات ومن ضمنها اللي هو التصوير الفيديو والفوتوغرافي. أنتم متخصصين في أي نوع من احنا في التصوير الفيديو والفوتوغرافي هنا نعم. شوفي انت تشوفي الكاميرا ابو هيثم طالع تحت هناك هناك هي تتحرك على حسب الريموت لا تعرفين كانت شيء تحركينه بيديك يعني اللي يميز هذه الطائره او اللي يسمونها اللي يشيل الكاميرا يسمونه الجيمبل اللي يميز هذا الجيمبل ان يتحرك 360 درجه بالكامل بمنتهى الحريه هي نعم ما عندك اي مشكله شلون مصور بهذه وين اروم ارتفع اعلى ارتفاع حق هذه الطياره تقريبا 600 متر ما شاء الله ارتفاع البعد عندك لين 800 متر طبعا هذا سيفتي البعد عني انا عنها عنك انت هنا قريب الكيلو تقريبا قريب الكيلو نعم نعم طيب بنشوف تقرير ابو هيثم اكيد نشوف من خلال هذا التقرير هذا النوع من التصوير وهذه الطائرات ويا مشاهدينا وراجعين مشاهدينا من جديد طبعا يعني حوارنا كان تحت الهواء الأخ أحمد طرح فكرة أن مثل هذا النوع من التصوير مثلا بالطائرات اسمع بشاب بدل نجي الاستوديو ونقدم واستوديوهاتنا ما شاء الله يعني مكان كبير وكلها بالعكس يأخذون الطيارة لين البيت ويقدم المذيع يعني من هناك الحلقة بودي الطيارة لين عندي بقدم أماسي من عند البيت ورادي والأمور طيبة ولا صح أسهل لك جميل أستاذ أحمد لا. اليوم يعني اللي حاب أنه يزاول هذا النوع من التصوير وحاب مثلا أنه يستخرج تصريح بالمزاولة نعم. هل في شروط معينة تكون مطلوبة؟ نعم تصريح عادي أو رخصة تجارية عادية رخصة نعم. إعلام نعم. الشيء الثاني إذا مثلا حب يصور فعالية يكون عنده مثلا رسالة من صاحب الفعالية مثلا نعم. مهرجان أو أي فعالية تكون ويقدمها للجهات الرسمية مثل نعم. الإعلام أو الشرطة أو الجهات اللي تتطلب المختصة أنك تكمل بالفعالية. إجراءات التصريح طيب هذا نوع ثاني من الكاميرات بشاب بس أنا قصيت على أبو هيثم قلت له بيجيب لي الطيارة لين عندك الطيائر هذه ما تطير في الأماكن المغلقة لا تطير لكن نحن لسلامتكم ما طيرناها اليوم الحمد لله يعني ما طيرناها في المكان المغلق ليش؟ لأنها فيه مثل هذه الطائرة لها مثل ما تقول طوق حماية على المراوح
هاي حق الأماكن اللي هي المغلقة وداخل. نعم. أفضل تقريبا. لكن أنت قلت لي بعد أن فيها أن بعد ما أقدر أطير مثلا هذاك النوع لأن فيها معتمدة على الجي بي إس. نعم معتمدة على نظام الجي بي إس. فهمني كيف معتمدة نظام الـ يعني نظام الجي بي إس تقدر تقول يعطيها ثبات أكثر. شو سويت؟ شغلت الكاميرا زي ما في مشكلة يعني تكون مبرمجة. نعم. مثلاً تكون مبرمجة على الجي بي إس وتكون ثابتة أكثر وأهم شيء أنها تكون سيفتي أكثر. طيب الحين هذه ما أدري بطاريتها مش وياها صح؟ لا لكن بنشغلها بس نشوف كيف الحين هذه لأي ارتفاع ترتفع؟ هذه لين 250 إلى 300 نتكلم عن السيفتي 250 والمساحة والمسافة؟ المسافة تقريباً بعد نفس الشيء 250 إلى 300 ما شاء الله. اللي يميزهن الشيء الثاني أنها إذا طلعت خارج هذا النطاق أو يعني أكثر من هذا المدى ترجع لك اوتوماتيك. لحظة ترجع بروحها لحظة. نعم. أنت ذكرتني بالحمام الزاجل يا حمام زاجل. نعم. طيب يعني الحين الطيارة هذه نعم ل 250 متر. نعم زين وصلت 260 وبندت عني ترد لي روحها ترجع لك. نعم في وين انت مطيرنها مثلا اذا انت مطيرنها في هذا الاحداثي هي طبعا انت اول ما شغلها تاخذ احداثي عندك احداثي نفسها. نعم. نعم تاخذ الاحداثي عندك انت وتطيرها انت اذا طلعت خارج الرينج مال الارسال هي. ترجع لك يعني يقول يمكن فرق بينك وبينها متر او مترين. نعم وهذه الكاميرا بنفس النظام هذه الكاميرا لو بس مخرجنا بس يركز عليها هذه الكاميرا هذه الكاميرا شو نوعها؟ هذه كاميرا الجو برو 3 هيرو جو برو 3 هنا و اتش دي هذا اللي بعد هذه اتش دي وتصور 2K و4K ممتاز. نعم الناس تبى توضح لها شو يعني 2K شو يعني 4K. 2K وال4K اللي هو التصوير السينمائي. نعم اللي هو جوده عاليه اكثر من اللي هو الاتش دي 1080. نعم والتخزين على شو يصير؟ التخزين كله في الميموري كارد. طيب نبي نشوف اذا عندك ميموري بس ماشي ميموري كارد عادي هذا اللي خلني انا بس بنش باخذ الميموري اعطيني اياه اعطيني هذا بس هذا هذا هو هذا اللي يتخزن فيه كل يعني هذا يعني هذا عادي هذا اللي على التليفون نفسه اي نعم بس هذا النوعيه الكبيره حق هذا حق الطياره الكبيره هذا هي في نوع ثاني اصغر اظني نسيت برا لا برايا ما عليه هذا هو الاصغر عن هذا حق الطياره هاي وتخزن عليه كم ساعه تقريبا على حسب الميموري والبطاريه عندك يعني تقريبا هذه حاليا اربع يعني ثلاث ساعات الى اربع ساعات ما عندك مشكله تخزين جميل يعني فعلا شيء وايد حلو لكن استاذ احمد يعني انا عندي سؤال قبل شوي يوم قلنا لك ليش ما مثلا ما تطيرهن في الاستوديو قلت عشان سلامتكم انزين شو خطوره هذه الطائرات او التصوير بهذه الطريقه شو الخطوره مثلا للي حاب انه يتعلم مثلا بس يبغى يعرف شو خطورته الخطوره مو بس في مثلا في الطياره حتى في كل الاجهزه نحن نتعامل مع جهاز الكتروني والخطا وارد او الـ الـ يعني الـ احتمال الخطا يكون في اي وقت فلهذا السبب حتى نحن لما يكون عندنا تصوير خارجي واذا تجمهر عنا استوى عنا جمهور ننصحهم بانهم يكونون بعيد في مسافه الامان لانه يعني المشكله وين تكون مثلا في المراوح اكثر شيء الخطوره هي نعم لان مروحه الدفع هي دفع هي المروحه كربون فايبر يعني مثل السكين يعني فخطيره اشوف طرفها هي نعم فتكون خطيره شفتي احمد عيل حط الريموت تخيل حط الريموت على صوب فهو عشان سلامه الجمهور نحن دائما لما نصور ان نخلي مسافه بين يعني بيننا نحن وبين الجمهور خصوصا اذا ياك واحد فيه لقافه غير طبيعيه لا يعني عشان سلامتهم اللي يقرب منها لا لسلامتهم هم ولا الاجهزه نقدر نبدلها كم المسافه اللي تخليها اذا كان مثلا يعني. مكان مفتوح اكثر عن 100 متر نخليهم على اساس ان اخذ راحتي انا اركز في الكادر اللي قريبه منه وايد طيب يعني ممكن في اماكن طيب لو هذه انا مثلا لاني انا اللي شفتها ان كانت خيمه بس واسعه هي. ممكن في اماكن مغلقه اطيرها ممكن بس انت اذا تبغيني اطير لك اياها في الاستوديو شوي خطر اشياء يعني. خطر شويه هي سلامتكم انتم لان تخاف ان تدق في شيء او هذا يعني هي ممكن نعم. هي. هي صح طيب على بطاريه ولا على شو نوعيه البطاريات اللي تستخدمها شفتك بطاريات تطلع البتري نوعيه ليبو 10000
ليثيوم وايد. ايه مدة الطيران تقريبا على هذه 10 دقائق. 10 دقائق بس؟ نعم. لا لا ما فهمت. الحين انت تخزن يعني اللي قلت الميموري كارد هذا يخزن لين 3 ساعات. نعم. الثلاث ساعات هذه ما مثلا مش ما تقدر انت تتصور، لان انا يعني انا شفتك مصور اندورانس باق خير صباح القدره. نعم. زين هذا هي ما تقدر تفصل يعني. لا يعني قصدي ان 10 دقائق ما يمديك تصور شيء. 10 دقائق الله يسلمك. يعني اطير مثلا 10 دقائق وارجع انزل، عندي فتره اللي هي تقريبا 5 دقائق تبدل ابدل البطاريه، ومنها اني انا ارجع اعيد اشوف يعني ارجع اشوف الطياره في لوز في برغي في شيء ارد يعني افحصها. ما تقدر تستمر نص ساعه مثلا او في 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 طيارات ثانيه نص ساعه لين 70 دقيقه 60 دقيقه في. صحيح. بس احنا يعني هذا اختصاصنا حق هذا يعني حق الاشياء البسيطه اللي هي المده البسيطه. كفو كفو والله يا بشر. هوايه جميله جدا صراحه. نعم احنا نتمنى لك كل التوفيق وشاكرين وجودك ويانا المصور الجوي الاماراتي احمد لملح. شكرا ما قصرت. مشكور مشكور يا بشر. مشكور. شكرا. نحن بنروح لفاصل قصير وخلكم ويانا. ما ادري يمكن توهقيني في الفواصل انت. انتظرونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين وياكم وما زلنا ايضا مع الشباب وافكار الشباب. ومنذ عام 2009 اطلقت كلية الهندسة بالجامعة الامريكية بالشارقة مسابقة فصلية لطلبتها، مسابقة التعرف على الهندسة. بالامس انتهت الدورة 10 ابو هيثم من هذه المسابقة بمشاركة 600 طالب هندسة مستجد بأمريكية الشارقة لتصميم أسرع سيارة سباق بلا محرك. إذن مشاهدينا معنا من الفريق الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة تصميم أسرع سيارة سباق بلا محرك عبد الله علي الفلاسي وحاتم عبد الله نوبي. حياكم الله يا مرحبا. مرحبا يا عبد الله. مرحبا يا حاتم. كيف حالكم؟ الحمد لله خير. خبرونا عن أسرع سيارة سباق. خبرونا. هذه. هذه. شو سميتوها؟ والله ما لها اسم. بنسميها. بنسميها أماسي إس. أماسي أساسا. إنزين قول. هذه السيارة كانت من آخر تصميم سويناه من مجموعة كبيرة من التصاميم. إنزين اللي فشلت. نعم للأسف يعني. لا ليش لا تقول للأسف، بالعكس الفشل هو اللي وصلك لهذه. إيه صراحة هو اللي وصلنا. لازم. كان عندنا أكثر عن نموذج، يعني كان عندنا بأربع توار مثلا، كان عندنا يعني نفس هذا النموذج بالضبط بس التوار كان برا، كان أبطأ طبعا. فحاولنا نحن نخفف الوزن أكثر ونزيد السرعة زدنا لاستيكين على أساس نزيد السرعة. المطار سمونا شيط ميط أول. زين أوكي. وبعدين فبس وصلنا لهذا التصميم. كم تقريبا وصلت سرعتها؟ هذه مشت 10 متر في أقل عن 5 ثواني بشوية. 10 متر يعني في الثانية كم تمشي؟ مترين. تمشي مترين يعني سرعتها 2 متر في الثانية تقريبا. هي 2 متر في الثانية. نعم. جميل جميل. طيب تصميم يعني أسرع سيارة سباق، حاتم خبرنا هل يعني كان مغامرة أم تحدي؟ الصراحة كان الاثنين. المغامرة لأنه نعمل مع ناس ما عارفينهم. يعني طلب جداد من خبرات مختلفة، خبرات هندسية مختلفة. وتحدي لأن كان عندنا أشياء نستخدمها محددة كخشب، بلاستيك. فارضين عليهم أشياء مش على كيفك، يعني في أشياء أنت تستخدمها. إيه نعم. حتى الطاقة اللي تخليها تمشي أشياء محددة. مثل شو؟ مثل الاستيك هذا المطاط والمغناطيس. أعطنيها عبد الله. إنزين إنزين. إيه كمل كمل. والبالونات. إيه أنت تعرفين هذا كيف أسرع سيارة؟ بس أنا علموني في هذا. طبعًا أنت كنت بعد ما خلصنا علموني. الحين هذه لحظة. عبد الله. الحين هذه أنتوا لازم تحطونها، بس لو مخرجنا العزيز هذه لازم تكون تحت صح؟ لا لازم تكون فوق. تكون فوق على وراء. هذه تكون تحت صح؟ هذه صح؟ لا. فوق شو؟ على فوق. إيه. كذا؟ إيه. على فوق. أوكي. وأحطها هني. والثانية بعد اصبر شوي بس خليني اولها. والثانية بعد شي. اي نعم. اوكي. وبعدين ادورها. ايه شي لحظة. كم مرة؟ لازم
لا لا فرط لازم اللاستيك تيود على داخل على داخل لان ايه اوكي هني بعد على داخل اوكي 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 لحظه شوي اوكي زين الحين اوكي وكم مره لازم الفه لين ما يوصل عند الصلب هذا فرط عندك لحظه هذا يا الله صدقي صدق اختراع زين بهيت انت اليوم لان خربت الاختراع زين خبرونا كل المواد اللي استخدمتوها في استعملنا نحن العيدان الخشبيه اللي هي مشوي استعملنا الاقراص الصغيره اللي هي اللي يسمونها بالانجليزي الميني سيديز طبعا هاي كانت موجوده بس الحين ما مشهوره وايد جت الاقراص الصغيره الميني سيديز وهذا الزرق غطي مال نبات الماي العاديه نعم هي نعم بناخذ اتصال ويانا دكتور فادي احمد العلول هو منظم المسابقه مساء الخير يا دكتور كيف الحال مرحبا يا دكتور كيف الحال اهلا وسهلا كيف حالك الله يسلمك في البدايه نحن نبارك لك ما شاء الله الشباب عبد الله وحاتم واكيد هم بفضل الله بفضل اكيد دكتور اهتمامك بهم وصلوا لهذا الاختراع يعني حقيقه لا ما شاء الله عليهم فخر لنا و600 طالب اللي عندي كلهم والله فخر لنا ونفتخر فيهم ان شاء الله يعني نتمنى لهم الاحسن دائما نعم نتمنى لهم طبعا التوفيق دكتور كيف جات فكره المسابقه والهدف من هذه المسابقه هي هذه المسابقة زي ما يمكن تفضل الشباب إنه هذا جزء من المادة أعلمها كل سنة اسمها مادة التعرف على الهندسة وهذه المادة تعطى لطلاب الهندسة في السنة الأولى وهذول الطلاب يكونوا في سبع مجالات مختلفة طبعاً سبع أقسام مختلفة فضمن هذا الصف نحن نطلب من الطلاب إنه يعملون على تصميم هندسي فكرة ونحاول نغير كل يعني فصل حيث ما تكون الفكرة متكررة فهذه السنة كانت في مبين تفضلت شفت السيارات كانت السنة الماضية صنع طائرات ورقية كان طرق فرق تصميم قوارب من الخشب فنحاول إحنا والزملائي بالفصل نطلع بأفكار يعني تستخدم شغلات بسيطة مثل ورق والكرتون والبلاستيك ما يعني تغلب الطلاب بالنسبة للمواد نفس الوقت يكون فيها نوع من المنافسة والتصميم الهندسي بحيث أنه ممكن يستخدموا مهاراتهم جميل ويحتاجون حوالي شهر طبعا لتصميم هذا الانتهاء من هذا التصميم جميل يعني وفعلا أفكار مميزة لكن ليش هي قاصرة على الطلبة الجدد يعني طلاب المرحلة الأولى إن إحنا يعني في الجامعة الأمريكية بالشارقة يعني نركز على التصميم من أول سنة فهذا الصف اللي يأخذوه الطلاب في السنة الأولى ويعني زي ما تفضلت شفتهم يعني 600 طالب الجميع من 600 طالب مطلوب منهم إنهم يعملون على ينفذون يعني تصميم ويعرضوه وبنفس الوقت يعني عندنا هالمنافسة هذه اللي نفتح لهم مجال للطلاب بحيث إنه يعني يعرضوا المنتجاتهم على بين زملائهم بين أصدقائهم وأهلهم بس جميع صفوفنا حتى السنة الثانية والثالثة والرابعة فيها يعني جميع الصفوف الهندسية تتطلب من الطلاب تصميم هندسي بحيث انهم يصمموه ويكتبوا فيه تقرير ويعرضوه بعد يعني دكتور يعني انتم اتبعتوا سياسه وايد جميله ان الحاجه ام الاختراع يعني انت يعني حصرت بين اشياء قليله وقلت انا ما يخصني الا طلع اختراعك فضغط عليه ولكن كان ضغط محمود يعني ضغط مفيد نحن نخبرهم يعني هذه تجربه لازم دائما يتذكروها بالخير وتكون بدايه يعني لمراحل العمل فهذا هذا يعني هذا اللي بيشوفوه بواقع العمل بتكون تجارب مختلفه ومشاكل ما عندهم علم فيها ولازم يفكرون بحل مناسب بالوقت المناسب طبعا هنا نحن دكتور نبارك لك طبعا فوز عبد الله وحاتم وان شاء الله باذن الله لا اختراعات جديده واكيد دكتور بفضل الله وفضل رعايتكم وتوجيهاتكم اكيد هم بيحصلون على مراكز اكبر ان شاء الله شاكرين على صحبتكم وبارك الله فيكم طيب شكرا انا بس لو مخرجنا العزيز بس يخلي على السياره لان انا طبعا كملت الحين 10 دقائق لين عبد الله ساعدني جزاه الله ونتريع الحين هذه سرعتها مترين في الثانيه تقريبا يعني مترين في الثانيه يعني لو هذه سياره طبيعيه بوصل التلفزيون انا يعني ثلاثة أيام بالضبط زين بس لو تحط لي على الارض بس ما ادري اذا بتجيبون على الارض الحين هذه شي حطيته صح حط هذاك الصوب زين احمد ليش تخافين يلا بسم الله اوكي بيلقطون هالشباب المصورين اوكي والله فنانه سيارتكم بعد تخمس على صوبه انزين انتوا الادي الاشياء اللي كانت عندكم بس مال الشوي الخشب خشب والاغطيه العبوات الزجاجيه للمي ايه
والميني سيديز أو الأقراص المدمجة الصغيرة والبالونات، البالونات قصناهم اللي هي السترو هذه مال هذا شو يسمونها هذه عواد الشواء لا لا هذه المصاصة المصاصة هنا نفسها اللي يحطونها في العصير أيوة أوكي واستخدمنا البالونات نفسها قصناها من النص عشان تقلل الاحتكاك عشان تمشي أسرع تزيد الاحتكاك تمشي أسرع هنا. نعم جميل أكيد يعني مثل هذه الاختراعات أحمد ومثل هذا التفكير يحتاج لدعم العائلة تعرف دائما دعم العائلة له دور كبير وأكيد نحن بيكون ويانا عبر الهاتف والد عبد الله علي الفلاسي حياك الله يا مرحبا الله يحييكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نبارك لك عبد الله وما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين الله بارك لك فيه وتعبك ما راح ببلاش ابو عبد الله ابوك ولا ابو عبد الله نعم الحمد لله رب العالمين يعني نحن نبارك للفريق يعني بشكل جماعي هي صحيح وعبد الله تعرف يعني لما يكون عمل الفريق متكامل فهذا يعطي انطباع جيد بالنسبه للتعاون بس في البدايه انا صراحه يعني كولي امر اسمحوا لي ان يعني اتقدم بالشكر الجزيل الى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نعم عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقه حفظه الله ورعاه على رعايته الكريمه للعلم والتعليم صحيح خلال توفير افضل الصروح التعليميه وافضل الخبرات التعليميه لشباب المستقبل الحمد لله رب العالمين اتقدم بالشكر الجزيل للجامعه الامريكيه بالشارقه على تنمية وصقل روح الابتكار والإبداع لدى طلاب وطالبات الجامعة صحيح وكل الشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام لتغطيتها المتميزة للأحداث التي تعود بالفائدة على المجتمع صحيح بالنسبة للمسابقة إذا نتكلم عن عبد الله هو خبرنا عن فكرة السيارة نعم وكان يسوي تجارب داخل البيت ما شاء الله جميل ونحن نشجعه والحقيقة أنه اجتهد صراحة مع ربعه نعم إنجاز عمل صراحة يصبون يعني من خلال الفوز والتميز والحمد لله رب العالمين الله وفقهم وكلنا فرحنا وياهم اللي يسوي اختراعات مع عبد الله كله دون مشاغب تحصله في البيت ها؟ والله الصراحة عبد الله من نوع الهادي هادي ومخترع ما يعني ينسجم يعني ينسجم وياخذ وقت طويل في التفكير والتأمل نعم. ويعني والاختراع نعم لذلك يعني هو اليوم طلع ايضا بفكرة مشروع خيالي لكن ابو عبد الله خبرنا مثل هذه المشاريع وهذه الابتكارات اكيد تساعد الطالب على الخيال وعلى انه يعطي كل ما عنده اهمية صح. دور الاهل اليوم في تشجيعه في ايضا اعطاء رايهم في المشروع والله أنا أعتقد صراحة أن للأهل أو للأسرة دور كبير في تنمية خيال الأبناء ذلك من خلال توفير الاحتياجات اللي يحتاجها الأبناء نعم تطبيق أفكارهم وتشجيعهم والوقوف إلى جانبهم لين أن يبدعوا في المجالات المختلفة ونحن نفتخر فيهم صحيح يعني نحن نفتخر بإنجازاتهم يعني بتميزهم نعم الله طبعا يبارك لك فيه وفي الشباب الباجين وان شاء الله باذن الله تشوفه عنده براءات اختراع لكن على مستوى اكبر ان شاء الله مشكور يا ابو عبد الله شكرا جزيلا نتمنى لهم الخير مشكور شكرا مشكور. جزاك الله الف خير احنا نتمنى لكم طبعا كل التوفيق حاتم خبرنا اليوم طبعا يعني هذا مشروعكم لكن كان في ايضا مشروعات منافسه نعم. اليوم كيف قدرتوا انكم تتفوقوا عليها شو اللي كان يميز مشروعكم عن غيره الصراحه المشاريع الثانيه كان فيها يعني افكار حلوه وبتمشي لكن مشروعنا اللي ميزه انه العجلات كانت من الداخل يعني اصعب شيء كان انها تمشي في خط مستقيم فيزيائيا يعني. فيزيائيا تمشي في خط مستقيم هذا كان اصعب شيء كل العجلات من الداخل صعب جدا تمشي في خط مستقيم لا من العجلات من الداخل تكون اسهل يعني شفناها اسهل اسهل ايه في الخ... يعني المفترض طبيعي ان لما تكون على الاطراف انها اسهل في الحركه ايه بس احنا شفناها العكس والله ممكن نستفيد زين صحيح قول اليوم حاتم معرس لازم ندور له عروس عقب ال انزين وبعدين استخدمنا المطاط لانه كان اسرع البالونات حاولناها كان تمشي مسافه بعدين توقف والمغناطيس صراحه ما جربناها
إن ما استوعبنا فكرة استخدام مغناطيس على هذه السيارة. البالونات أنت تعتمد على إن الهواء اللي بداخلها إنها في قوة الدفع. إيه. بس المطاط يمشي معك، يعني قوة الدفع زيادة ويمشي، يخليه تمشي في خط مستقيم، زائد يخلي الدفع يعني يخلي الدفع ممتاز، يعني متسارع. متسارع. أنت تكلمت في بداية الكلام في بداية كلامك عبد الله إن فشلنا. كم تجربة قمتوا بها لين وصلتوا للشكل هذا؟ هذا بأخذها عنكم على فكرة. كانت عندنا تقريبا 4 تجارب عملية وكانت عندنا يعني يمكن 6-7 نماذج يعني على الورق مرسومة. طيب الأربعة كانت أول وحدة تمشي بس كانت يعني لدرجة مشت نص بس نص المسافة مشت 5 متر بس وقفت. نعم. اللي جت عقبه حاولنا نسوي نفس الطريقه بس السديات اللي ورا كانوا عبره مشت متر واحد ما كانت تمشي وكانت معتمد على شو في قوه دفعها كانت مطاط واحد مطاط. لاستيك واحد بس انزين اجتمعنا في الاسبوع اخر اسبوع من المسابقه وجمعنا كل الافكار حاولنا نطلع احسن نموذج النموذج اللي طلعناه اللي هو هذا زدنا لاستيكين حطينا السيدات بطريقة أن الروم نوازنها بسهولة يعني مثلا تشوف في النص وراء الغطي سهل نصمغ نوازن التوائر عليهم فمن شي استعملنا هاي الطريقة على أساس أنه أسهل لنا نحن أن نوازن السيارة عشان تمشي بخط مستقيم بشكل عشوائي. نعم. لأن سوينا واحدة بعد قامت تلف يمين ويسار لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني استنتجنا أن هاي الطريقة أسهل طريقة نطلع يعني نموذج في أسرع وقت ويكون يعني خفيف ويجيب ويعطي نتيجة. عموما نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الاختراعات في دراستكم. كل الشكر عبد الله الفلاسي وحاتم عبد الله نوبي، شكرا لوجودكم ويانا. عبد الله أنا أباك حتى أيام الجامعة مر على التلفزيون الإذاعة صوتك إذاعي يطلع إن شاء الله عليك. إذا مشاهدينا وصلنا لختام طبعا أمسيتنا لليوم، إن شاء الله موعدنا يتجدد باكر. نوه لكم أن بعد البرنامج بإذن الله الساعة 9:30 سيتم عرض الحفل الختامي لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عبر قناة الشارقة. نتمنى لكم متابعة ممتعة، متابعة هذا الحدث الهام وهذا الحدث المتميز جدا. نشوفكم على خير إن شاء الله. دمتم في حفظ الله والله يحفظكم وانتبهوا على أعماركم. أنا الحين بعد بمشي السيارة الله يحفظكم. فمان الله.